هل تعتبر ممارسة العادة السرية عند الرجل مضرة أو مفيدة؟ الرجل اللي بيمارس العادة السرية طول اليوم واللي بتكون كل حياته متعلقة ومتوقفة على العادة السرية يصنف ضمن خانة الإدمان، إدمان ممارسة العادة السرية. أما إذا حبينا نحكي عن فوائد ممارسة العادة السرية عند الرجال فعم نشوف لإلها 3 فوائد. الفائدة رقم 1 تخفيف أو إزالة التوتر عند الرجل. الفائدة رقم 2 نوم أفضل عند الرجل. أما الفائدة الثالثة لممارسة العادة السرية عند الرجل فهي تأثير إيجابي على المظهر الخارجي للرجل. بعض الأطباء بينصحوا بعدم ممارسة العادة السرية وذلك للمحافظة على الطاقة والحيوية بالجسم. أما أنا بقول فإنه ممارسة العادة السرية سواء عند الرجال أو عند الصبايا ومشاهدة الأفلام الجنسية الإباحية تعتبر حرية شخصية وقرار شخصي. انت او انتي شو بتقول؟ ثقافة جنسية معفدة؟ بشوفكن بالفيديو الجاي. باي باي، الى اللقاء.